طب دكتور مجدي، لحضرتك بشكل خاص تاريخ على هذا المسرح. طبعا انا المسرح ده اتولدت على المسرح ده زي ما بيقولوا. انا كنت ليا الشرف الكبير ان انا كنت من اول الفنانين اللي دخلوا دار الاوبرا. الدكتور مجدي صابر، رئيس الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي دار الأوبرا المصرية، مشوار حافل من الإبداع والعطاء للأوبرا وفن الباليه. تخرج من المعهد العالي للباليه بتقدير امتياز عام 1985 إلى جانب بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1986. بدأ حياته في رحاب الفن الرفيع بالعمل معيداً في المعهد العالي للباليه، ثم مدرساً مساعداً، إلى أن حصل على الدكتوراه في الفنون عام 2000، ثم عين مدرساً بالمعهد. كان مجدي صابر أول مصري يقف على مسرح دار الأوبرا المصرية عند افتتاحها في عام 1989 كبطل لعرض باليه أبو سمبل، ثم كراقص أول بفرقة باليه أوبرا القاهرة حتى عام 1998، كما عمل أستاذاً لتصميم وإخراج الباليه بأكاديمية الفنون. ولعب مجدي صابر الأدوار الرئيسية بأشهر الباليهات العالمية، منها دون كيشوت وجيزيل وبحيرة البجع وكسارة البندق وروميو جولييت وأنطونيو كليوباترا والقرصان. وصمم ودرب الدكتور مجدي صابر في العديد من أعمال باليه أوبرا القاهرة، كما صمم قبل توليه موقعه كمسؤول عن دار الأوبرا الرقصات للعديد من المسرحيات الشهيرة والاحتفالات القومية الكبرى. وأول فنان مصري يقف على مسرح دار الأوبرا ويشتغل في أول حفلة بعد الافتتاح الرسمي. الافتتاح الرسمي كان بعرض الكابوكي الياباني. أيوه. بعديها بيومين او 3 ايام احنا عملنا عرض هنا على مسرح دار الاوبرا اسمه ابو سمبل. العرض ده كان التاليف لشخصيه يابانيه، المخرج ياباني، الموسيقى ياباني، كل حاجه انتاج ياباني، بس احنا كفرقه الباليه كنا بنشارك، وانا كنت بشارك كالدور الرئيسي اللي هو رمسيس الثاني البطوله، وكان معايا 2 بنات من اليابان وبقيه الفرقه من فرقه الباليه. وقدمنا عرض كويس جدا، قدمناه ليلتين وكانوا حاجة رائعة. أنا كنت كان عاجبني جدا الباليه، وكان عاجبني النظام بشكل عام اللي اتعلمناه من اليابانيين. طب هذا العرض اللي هو اسمه أبو سمبل يعني مصري، هل بيعاد عرضه على حاليا؟ لا طبعا، لأن فرقة الباليه عندها ريبرتوار كبير جدا، وريبرتوار عالمي، وريبرتوار يعني بجد يعني حاجة أكتر من رائعة، حاجة ممتازة جدا. فطبعا وبنعمل باليهات بقى 3 فصول وباليهات فصلين، وساعات في باليهات بتتعمل بقى الفصل الأولاني باليه والفصل الثاني باليه، فعندهم ريبرتوار كبير جدا، فبيتقدم كل سنة بيعملوا البرنامج بتاعهم، بيغيروا دايما البرنامج بتاعهم، وبيعملوا أعمال لمخرجين مقيمين يعني.